بهدف نقل وتبادل الخبرات الإدارية بين الدول العربية فيما تتشابه فيه من نظم وإدارة، عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء الأول من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة، والذي عرض خلاله تجربة بوابة سلطنة عمان التعليمية وما جاء فيها من أساليب لتطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة. بوابة سلطنة عمان التعليمية الفائدة منها تسهيل العمليات الإجرائية والإدارية والتعليمية بالوزارة وكذلك بالسلطنة ككل، وطبعا هي عبارة عن منظومة متكاملة مع الحكومة الإلكترونية. قامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية برصد تجربة سلطنة عمان، وهي تجربة وزارة التربية والتعليم في السلطنة، بناء على حصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة عام 2012، وهي تجربة بالحقيقة تجربة رائعة. وعقب عرض التجربة التعليمية للسلطنة فتح باب المناقشة للتباحث بشأن تلك التجربة، والتي أشاد فيها المشاركون بالعائد الكبير على العملية التعليمية. التفاعل كان جيد جدا، المناقشات كانت كويسة، وفيها تعرضت لنقاط كثيرة استكملت العرض اللي قدمه الدكتور. وبالنسبة للتجربة الإدارية اللي عرضت من ضمن الممارسات الإدارية فهي تجربة ناضجة وجيدة. التجربة العمانية تجربة تعتبر رائدة وبوابة ممتازة. هذا وتسعى مثل هذه اللقاءات إلى نقل التجارب والخبرات بين الدول العربية بهدف الارتقاء الإداري في جميع المجالات. الهدف من هذه عرض هذه الممارسات هو للتأكيد بأنه عندنا في الإدارة العربية هنالك يعني إشراقات واضحة وموجودة ومجهودات تدل على أن لدينا إدارة ناجحة مهما يكون في جوانب كثيرة جدا في الدول العربية. هذا من جانب. الجانب الآخر نريد أن نشجع القيادات العليا بأنها هي تبرز ما لديها من نجاحات. كما تناول اللقاء عرض لأهم القضايا الإدارية المعاصرة وطرح الحلول لها في ضوء التجارب العربية. تجربة سلطنة عمان التعليمية تجربة جديدة عرضت أمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أكد كل من تابعها أنها تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالمواطن العماني سواء كان طالب أو ولي أمر أو معلم، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع بأثره. حيث عرض التجربة، أحمد عبيس، تلفزيون سلطنة عمان، القاهرة.